مأساة حقيقية وحادثة هزت المجتمع المصري بالفعل. طفل عنده 13 سنة يقوم بهتك عرض طفلة عندها 5 سنين، هو متهم بهتك عرض طفلة عندها 5 سنين. الأستاذ يوسف البدري مساعد رئيس تحرير المصري اليوم حول واقعة طفلة أسيوط. أهلا أستاذ يوسف، اتفضل. أستاذ يوسري معك يا أستاذ عمر، أهلا بيك، إزاي حضرتك؟ إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ هو بالفعل احنا بنتكلم على جريمة أسيوط أو جريمة الملاهي أو الطفلة ملك، اللي هي كانت بتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي طوال 48 ساعة، واللي بدأت النيابة العامة وأجهزة البحث في محافظة أسيوط التحقيق في الواقعة دي. الطفلة لم تتعدى 5 سنوات، المعتدى عليها عنده 13 سنة في مدينة ترفيهية أو مدينة منطقة ألعاب للأطفال شهيرة في محافظة أسيوط تبع اسم تاني أسيوط. الطفلة كانت بصحبة والدتها في مدينة الملاهي دي وذهبت إلى الحمام، اختلط عليها الامر، بدل ما تخش دخلت الحمام الرجالي الولد اعتدى عليها وحدث هتك عرض للطفلة داخل الحمام. لما الطفلة رجعت قالت لوالدتها انه حصل كذا وكذا وكذا، بدأت اسرتها تبحث عن المتهم. هي الطفلة عندها 5 سنين فعلا؟ الطفلة وفقا لبيان النيابة العامة وفقا للمباحث اللي شغالين على القصة ما كملتش 5 سنين، أقل من 5 سنين، لم تصل ل5 سنين، والمتهم عنده 13 سنة. لا حول الله. الطفلة بدأت تبحث هي وأسرتها عن المتهم في القصة دي، خاصة إنه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن المسؤولين عن إدارة المدينة الترفيهية دي أو منطقة الألعاب هربوا المتهم، ولكن الطفل هو فعلا بيشتغل في الملاهي دي. قالوا لنا يعني في ناس قالت إن هو بيشتغل، هو حارس أو بيقف على باب حمام الرجالة. هو بالفعل ده الرواية اتقالت، والرواية التانية اتقالت ان هو ابن شقيق احد المسؤولين عن المكان، وده اللي النيابة العامة خدت 5 قرارات في هذه الواقعة. اول قرار ايداع المتهم بالاعتداء على الطفلة ملك دون رعاية لمدة اسبوع. القرار الثاني ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة ملك وبيان ما بها من اصابات، تشكيل لجنة لفحص المنشأة ومدى تشغيلها بترخيص او عدم ترخيص، حجز المدير مسؤول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات النيابة، والقرار الخامس استدعاء ذوي المتهم لسماع أقوالهم حول هذه الواقعة. لكن النيابة العامة في بيانها اللي صادر قبل قليل قالت إن هذه القرارات، وقالت كمان إن هي أجرت معاينة لمكان الواقعة وتحفظت على كاميرات المراقبة اللي موجودة في المكان، وقالت كمان إن هي استمعت لشهادة 4 أشخاص كانوا موجودين وقالوا إن هم شهدوا الضحية ملك هي وبعد الاعتداء عليها من جانب هذا المتهم، وشهدوا أثار الاعتداء عليها كمان نيابة. صحيح كان في دم بالفعل فندم، ان هو الطفلة قالت ان هو حدث اعتداء عليها في موطن عفتها عن طريق الايد، يعني الولد استخدم ايده في محاولة هتك عرضها، وان القصة كانت بصورة. حتى المتهم في تحقيقات النيابة حاول ان هو ينكر هذا الاتهام وساق مجموعة من الحجج قدام تحقيقات النيابة العامة، ولكن النيابة العامة خدت ال5 قرارات اللي بجانب في قرار خدته الاجهزة التنفيذية اغلاق المكان، ان هو يبدو ان المكان حتى هذه اللحظة لم يستكمل إجراءات الترخيص، ودي مسألة إدارية قام بها الجهة التنفيذية حي تاني أسيوط بإغلاق المكان، ولسه تحقيقات النيابة شغالة في هذه الواقعة. وهنخش بقى على تكييف قانوني، ده طفلة وده طفل، القصة هتك العرض إذا كان كده، وهنخش مادة 267 265، هل إعدام هل مؤبد هل 7 سنين، يعني جدل قانوني هيبقى حوالين هذه القصة. ولكن اللي نقدر نتكلم عليه في هذه الواقعة تحديدا ان الواقعة البلاغ يوم 15، يعني احنا النهارده بنتكلم بعد 48 ساعة، في اجهزة بحث موجودة، في اجهزة تنفيذية اشتغلت، في تحقيقات نيابة النهارده وحدة او ادارة البيان عندها وحدة رصد ومتابعة بترصد ما يسار على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وبتبدأ تحقيق بالتزامن مع البلاغ اللي راح من اسرة المجني عليها او الطفلة الضحية دي، وبدأت التحقيقات في واقعة خلال 48 ساعة
بنصدر بقرار بالقبض على المتهم، في واحد محجوز على تحريات المباحث، في تحقيقات حتى هذه اللحظة لم تنتهي في واقعة الطفلة ملك. أستاذ يوسف البدري مساعد رئيس تحرير جريدة المصري يوم، بشكرك شكرا جزيلا.